كل الدراسات كانت بتقول والقناعات عند الجانب الإسرائيلي، لو الجيش المصري حاول يعبر القناة 50% من قواته هتقع، هتندمر في الميه قبل ما تطلع الشط التاني. لو انت عرفت ان احنا عبرنا بخمس فرق مشاة على مواجهة 160 كيلو واول يوم عدى فوق ال 80,000 جندي وكانت الخسائر اقل من 100 جندي. هنري كيسنجر كاتب في معاريف، في جورنال معاريف الاسرائيلي، يعني بيقول اعترافاته ان خسائر اسرائيل في اليوم الاولاني 249 طيارة، نعم، 200 جندي كل يوم في الايام الاولى، نعم، 500 دبابة تفشفشة، نعم، يعني هو القوة اللي بتدافع خسائرها كانت اكتر مني خالص. واخد بال حضرتك؟ الفترة دي انا قعدت في الجبهة لحد يوليو 73. يوليو 73 اتنقلت لكتيبة استطلاع الرئاسة العامة كاف 9 استطلاع بتاعت مجموعات خلف خطوط العدو. نعم. 6 اكتوبر قائد الكتيبة العقيد محمود عبد الله عبد العزيز. انا كنت قائد سريع في الجيش التالت واحسن قائد سريع في الجيش التالت. انت عارف احنا كان فيه دايما كده مسابقات يشوفوا احسن سريع، احسن قائد سريع، كلام كده يعني. جاء يوم 6 اكتوبر قال لي الإدارة عايزاك تطلع قائد مجموعة. إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. قلت له ماشي. طب اطلع بمين؟ كل قائد مجموعة معاه مجموعة خلف الخطوط دي ضابط واربع عساكر. ودول بيعيشوا مع بعض. ياكلوا مع بعض. ينزلوا اجازات مع بعض. مفيش واحد منهم ينزل اجازة والتاني هنا، لا، يتدربوا كلهم في وقت واحد مع بعض. قال لي بص، في عساكر مستدعين اهم جايين النهارده، اختار لك 4. قلت له اختار 4 ليه؟ انا عايز واحد بس، انا انت اتعامل مع واحد ما اعرفوش احسن ما اتعامل مع 4 ما اعرفهمش. مش كده ولا ايه؟ طبعا. عملت اختبار سريع كده علشان اختار فرد من الجم، فرد لاسلكي. واخترت العريف فتحي عبد الهادي اول واحد جه، لان انا كنت عامل معيار انضباط، كلفتهم بمهمه واللي يجي في نفس في التوقيت اللي انا قلته وبالحاجات اللي انا قلتها مظبوطه يبقى هو ده المنضبط، سواء في الاداء او في التوقيت. وخدت العريف فتحي عبد الهادي. بالمناسبه انا يوم السبت كنت في احسن مكان بعمل فيه لقاء بالنسبه لاكتوبر، يعني مكان عزيز عليا اصلا، مدرستي من 50 سنة اللي هي مدرسة المخابرات الحربية والاستطلاع. ضباط الدورات اللي موجودين، والمدرسة دي بالمناسبة اللي خدت فيها، اتدربت فيها على خلف الخطوط، اتدربت فيها على قادة مجموعات الاستطلاع، خدت فيها فرقة عبري طويلة اللي ساعدتني بعد كده لما رحت اسرائيل. قلت لهم التجربة بتاعتي دي تثبت ليكو قد ايه القوات المسلحة عظيمة خلال الفترة من 67 ل 73، وهو كانت بتنفذ نظام استدعى وتعبئة محكم، بدليل ان فتحي عبد الهادي استدعناه النهاردة، طلع معايا قعد ينفذ المهمة خلال 6 شهور، رجع محقق تنفيذ المهمة. فانت عايز اكتر من كده؟ المهم قائد الكتيبة جه اخذنا اوضه الخرايط، قال لي كنا الظهر يوم 6 اكتوبر لسه قواتنا اهي هتبدا تطلع البيان الاولاني وكده. قال لي هتركب الطياره من مطار الماظه، هتطلع على مسافه 100 كيلو من القناه في منطقه مشرفه على مطار المليز على مركز قياده ممرجم الطريق الاوسط، عايزين كل النشاط او القوات المتحركه في اتجاه الجبهه تكون عندنا اول باول، يوم بيوم. واتقابلنا في مطار الماظه ساعه المغرب واداني 90 جنيه، قال لي المهمه 9 ايام.
قواتنا هتعمل رؤوس كباري، وخلال 9 ايام هتطور الهجوم وتوصل عندك للمضايق، هتنضم لينا كده مهمتك خلصت. وانا في المطار كنت انا والعريف فتحي، انضم علينا الشيخ حسب الله من قبيله الاحوات. ده كان علشان يعني يعني زي دليل كده في الجبل لو احنا ماشيين في الجبال. المهم لقينا الطياره، نزلنا طبعا لازم المصريين يعرفوا ان احنا حاربنا باقل الامكانيات. طياره الهليكوبتر اللي انا كنت راكبها ما كانتش مجهزه للطيران الليلي. نعم. وطايرين بالليل. بس ربنا كريم واختيار التوقيت جيد، ان القمر بدر، الدنيا نعم. يعني يوم 10 نعم. رمضان نعم. القمر شبه بدر صحيح. يعني صحيح. وانت شايف الطريق وهو ماشي جنبك لحد ما وصلنا للمكان. نزلنا الطياره رجعت، الهليكوبتر رجع، كملنا مشي، وبعدين دخلنا في منطقه قبيله الاحوات. قلت للشيخ حسب الله، قول للناس بتوعك وبتوع القبيله اللي بيرعوا الغنم يمشوا على الجره بتاعتي. علشان اي دوريه اسرائيليه معديه ولا ماشيه على طول هتعرف دول لابسين جزم ميري، يبقى دول ظباط، وده مكان الهليكوبتر نزل. اخفوا الاثار دي كلها، ودي كانت اول معاونه من اهالينا في سينا. في اول يوم كنا فيه. كلنا عارفين ان الهجوم، تطوير الهجوم ما تمش بالطريقه اللي كانت متخططه، وتمت في توقيت مختلف، وتمت بعد الامريكان ما نزلوا بثقلهم صحيح. في سيناء. طيب خلينا نكمل، ناخد فاصل سيد الفريق ونعود اليك مره اخرى لنكمل الحوار مع السيد الفريق أسامة المندوه.